احنا هنا بندي معلومات طبية وبعض النصائح، مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن. أحبائنا مشاهدين وأصحاب قناة لوغوس، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحة الكاملة. النهاردة برنامجنا هيبقى معاكم، يعني يهمكم قوي، علشان أي حد بياخد دواء أو حتى ما بياخدش يبقى عارف قريبه، صاحبه، باباه، مامته، أخوه اللي بياخد دواء إزاي يفهم الدواء بيعمل إيه، وليه مفروض ياخده في الوقت ده، وليه ما ياخدش معاه دواء تاني، وليه ما ياخدش معاه فاكهة معينة أو زي الجريب فروت وكده. فكل ما بنفهم استعمال الدواء وكل ما بنعرف عن الفايدة بتاعته، كل ما نقدر نستفاد من الدواء ومن العلاج بطريقة أفضل. وعشان كده انتوا عارفين المريض بيبقى زي الساندويتش كده بين الدكتور وبين الفارماسي أو الفارماسيست بتاعه، فهو محصور بين الاثنين، مش علشان دي حاجة وحشة، لكن علشان لما هما يتفاهموا سوا هو ياخد أحسن فايدة من الدواء، وكمان الصيدلي ممكن يتصل بالدكتور ويقول له أي تفاعل من الدواء، لأنه هو شايف على الكمبيوتر قدامه دلوقتي بيعملوا كده كل الأدوية اللي هو بياخدها، وبالتالي لما بيظهر عنده حاجة ما يصحش الدكتور اللي معرفش إن هو كتبها يعرفها، يبقى في اتصال بين الاتنين. فهو مزنوق بين الدكتور والصيدلي عشان فايدته، مش علشان التعاون بين الاثنين بيديله نتيجة أحسن. وعشان كده النهاردة معانا الدكتور بول جرجس. أهلا دكتور بول. أهلا وسهلا بك دكتور شهير. الدكتور بول من يعني بيعرف مصري، لأنه كان في مصر كطفل، مش كده؟ يس. وبعدين هاجر هنا، وكالعادة المصريين وكل الناس الشاطرين بتوع المناطق اللي بيهاجروا علشان يعملوا حياة أفضل، وعلشان يستفادوا من الخيرات اللي ربنا حاططها في العالم في أي مكان، نجح هنا بتفوق ودخل كلية صيدلة. وهو يدينا فكرة، عشان في ناس كتير بتسأل إزاي بيبقوا صيادلة هنا، ودي مختلفة عن نظام مصر اللي هو يشبه نظام إنجلترا لحد كبير. فهو الحقيقة وجوده معنا هيساعد الشباب اللي عايزين يبقوا صيادلة، ويدينا فكرة عن كل الأدوية المهمة اللي بتتكرر لأمراض متشابكة مع بعض، وهيقول لنا فكرة حلوة خالص عن إيه الدور الكبير المهم اللي بيلعبه الصيدلي من أجل صحة المريض. أهلا بيك تاني يا دكتور، ونشكرك إن أنت حضرت لنا وبكل اهتمام ومحبة رتبت الموضوع. فيعني بعد المقدمة دي أحب أقول لكم يا ريت تطلبوا من أحبائكم كلهم يتابعونا، عشان البرنامج هيبقى فيه فايدة كبيرة جدا لكل الناس، وكلنا بناخد أدوية. حتى اللي يقول أنا أشكر ربنا ما عنديش مرض بيحتاج دواء للصداع، بيحتاج دواء من على الشلف حتى، فهو هيدينا فكرة عن كل ده، ويخلينا نفهم إن الدواء ده مش حاجة نبلبعها أو ناخدها وخلاص، لا، ده فيه ظروف معينة لازم ناخده معاها أو نتفاداها أو أوقات معينة، وحنستفاد جدا منه سوا. طيب
أسألك الأول سؤال يا دكتور، أنت جيت من مصر فكان قدامك ممكن تاخد صيدلة في مصر، لكن أنت جيت وأنت طفل هنا فخدت الصيدلة بالطريقة بتاعت اليونايتد ستيتس. تشرح لنا ليه بنقول الصيدلي دكتور؟ اتفضل. طبعا في الأول في طبعا أحب أشكر حضرتك على استضافتك حضرتك لينا، وأشكر جميع العاملين والقائمين على قناة لوجوس، وأتمنى إن شاء الله إن احنا نقدم حلقة تفيد كل الناس وكل المشاهدين ومتابعينا. أولا الطريق علشان أي شخص يصبح دكتور صيدلي هنا في يونايتد ستيتس أو في أمريكا، أنا محضر سلايد أحب إن احنا نبص عليها مع بعض. والسلايد دي بتشرح لنا ازاي الواحد بيقدر become a pharmacist او يصبح دكتور صيدلي في اليونايتد ستيتس. اولا بعد طبعا الهاي سكول بنقدم على الباشلرز ديجري اللي هو عباره عن بيكون 4 سنين علشان الانسان يحصل على البكالوريوس. البكالوريوس زي ما انا قلت بيكون 4 سنين، يا اما بيكون في البيولوجي او الميكروبيولوجي او الكيمستري او اي حاجه بتحضر الشخص مننا على اساس ان هو يكمل كل الفصول اللي محتاجينها اللي هي بنسميها بري ريكوزيتس علشان نقدر نملى على كلية صيدلة اللي هي دكتوراه في الصيدلة. بعد البكالوريوس طبعا بنقدم على كلية صيدلة وبنبتدي الدراسة في كلية صيدلة، بتبقى عبارة عن 4 سنين. في معظم البروجرامز هنا في اليونايتد ستيتس في بعض البروجرامز تبقى عبارة عن 3 سنين بس الشيء المشترك في بين البروجرامز دي ان بيكون في 3 سنين اكاديميه وسنه او سنتين من حاجه بنسميها انترنشيب او ريزيدنسي. ففي السنه الاخيره بتاعه الريزيدنسي دي مهم جدا، لان احنا كل 6 اسابيع الانترن فارماسيست او اللي هو الصيدلي تحت التمرين بيروح ل different areas of pharmacies. لو بنبتدي نتدرب في الاندستريال فيلد، بنبتدي نتدرب في الكوميونتي فيلد، بنبتدي نتدرب في الانبيشنت اوت بيشنت، ساعات بنعمل دراسات عن الهيلث كير مانجمنت او البيزنس ادمنستريشن في الفارماسي فيلد. فبيبقى عندنا اكسبوجر لكل حاجه في المجالات المختلفه المتاحه لاي دكتور صيدلي بعد ما بيتخرج ان هو يتخصص فيها او يشتغل فيها. وعلى هذا الأساس بعد ما بنخلص الدكتوراه اللي هي بتكون 4 سنين بعد البكالوريوس، بنحصل طبعا على الفارم دي اللي هي التايتل بتاع الدكتور صيدلي، وبنبتدي نتخصص لو بنحب في الاوت بيشنت فيرسز ان بيشنت او اندستريال او دراج ديفلوبمنت، حسب ما الشخص يكون حابب يكمل مجاله المهني فيه. طيب ميرسي خالص. أنتوا عارفين كلمة دكتور مش معناها طبيب، هي كلمة تقريبا في القرن ال14 كده لما في أوروبا ابتدوا يطلعوا من الجهل، وإحنا في الميدل إيست كنا مستعمرين بالجهال، هي كلمة لاتينية معناها دوسير أو بالفرنش يعني دوكور معناها معلم. والاول ما طلعت على الناس اللي بيعلموا الدين، انتوا عارفين كان في زي نهضه روحيه كده في القرون دي في اوروبا، فكانت بتطلق على الناس اللي بيعلموا الدين، فهي معناها تيتشر يعني بالفرنش او باللاتين. وبعدين استعملت بقى على كل الناس واخده شهاده عاليه على انها اتعلمت كتير. ف في مصر الجامعات زي طب أسنان، زي طب بشري، زي صيدلة، زي طب بيطري، بيطولوا المشوار بعد علمي وأدبي، يطولوه في الجامعة وياخدوا الدرجة بتاعة التخصص الدكتوراه دي. هنا الحقيقة ما فيش ثانوي علمي وأدبي وكده، فكله بيخلص وكله بيدخل بقى في الجامعة اللي هما بيسموها هنا أندر جراديوت، رغم انها 4 سنين، بيبتدوا يتجهوا بقى مزاجهم هيروح لايه. يعني المهندس ياخد دراسات تأهله للهندسة،
الدكتور والصيدلي وكده، يعني المجال الإنسان والطب البيطري بياخدوا دراسات تأهلهم لكده، وبعد كده بياخدوا الجراديوت سكول اللي هي بتخليهم بدرجة دكتور. فالمحامي هنا بيتسمى دكتور برضه مع درجة دكتور، طب البيطري مع دكتور، الممرضة اللي خلصت نيرسينج وخدت تخصص أكتر ممكن توصل لدرجة دكتور. بالنسبة للطب في الميديكال، وفي حاجة اسمها دي او دكتور اوف اوستيوباثيك، دول جامعات فتحت تكمل للطب. يعني في واحد مثلا ما قدرش يدخل كلية طب فممكن يدخل الكلية دي، بتبقى جامعات أقل في العدد ولكن بيدرسوا مور اور ليس طب. هو المفروض يدرسوا الطب اللي ما فيهوش ميديسن قوي بس بيدرسوه. فممكن انت تروح للدكتور تلاقي على جنب الاسم بتاعه دي او دكتور اوف اوستيوباثيك اور سو، دي برضو تعادل ام دي مور اور ليس. يعني ممكن النيرس براكتيشنر اللي هي الممرضه اللي درست تخصص معين، يعني خدت سنه زياده في الاطفال تبقى نيرس براكتيشنر اطفال. وممكن حاجه اسمها فيزيشن اسيستنت، دول بيخلصوا عادي خالص اكنهم بيولوجي، بس بدل ما بيدخلوا طب 4 سنين بيدخلوا سنتين يبقوا بيشتغلوا تحت رعايه طبيب فبيساعدوا الدكتور. النيرس براكتيشنر دلوقتي مسموح لها تكتب روشتة، اللي هي عاده تتخصص تبقى في النساء والولاده او في الاطفال او في فاميلي براكتس، يعني بتاخد تخصص اكتر تخليها تمارس مع الدكتور تساعده في التشخيص والعلاج وكتابة الروشتة. الام دي طبعا الميديكال دكتور، والدي او او الدكتور اوف اوستيوباثيك، وطبعا دلوقتي خلوا كمان الفيزيشن اسيستنت اللي هي سنتين بس بعد المدرسة بعد الكوليدج ديجري، بيتعاملوا زي الدكاترة بس بيشتغل تحت إشراف دكتور. معظم الدكاترة بيسيبوهم ولو عايزوا حاجة بيجوا يسألوا. فدول كلهم ممكن يكتبوا روشتات أدوية، وطبعا الدكتور البيطري ممكن يكتب روشتة أدوية، دكتور الأسنان يكتب روشتة، وكل ده بيروح للفارماسيست وهو بقى يشوف الدواء ده مكتوب لمين، لإنسان ولا لحاجات تانية. وبالتالي الجرعة بتتوقف على حجم الإنسان وعلى حجم الحيوان إذا كان طب بيطري. فالصيدلي بحقيقة بيتعامل مع كل الناس دول وبيشغل بقى خبرته ومخه واهتمامه إنه يظبط مع الدكتور الجرعات. طيب في مجالات كتيرة بيشتغلها الصيدلي، يعني المستشفى مثلا ما بنشوفش صيادلة لكن الأدوية نازلة طالعة في الأوض بصيدلي مستخبي، ده إيه يعني اللي بيعمله؟ سو زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لل different fields of pharmacy هتلاقي صيدلي موجود في مجالات كثيره جدا. اولا مثلا ممكن نبتدي ان في دكاتره يعني دكتور صيدلي في الاكاديميك فارماسي بنسميها. الاكاديميك فارماسي ده بيكون عاده زي ما حضرتك قلتي مدرس او تيتشر للدكاتره الصيادله اللي هم تحت التمرين او الفارماسيست ان تريننج، كمان بيبقوا مسؤولين عن الفارماكولوجي او جزء الفارماكولوجي اللي بيمر بيها الام ديز او الدي اوز في الدراسات بتاعتهم. وطبعا كتير من الاكاديميك فارماسيست بيكونوا موجودين في الريسيرش، بيكونوا مركزين على منطقه الديفلوبمنت والابحاث اللي بيعملوها على اساس ان هم يعملوا ديفلوبمنت لادويه جديده. فده جزء من دور الصيدلي. في تاني فيلد اللي هو الكوميونتي فارماسي. كوميونتي فارماسي اللي هو الصيدلي اللي بيكون موجود بره المستشفى، اللي هو مسؤول عن اللي احنا بنسميه مينتننس دراجز. يعني لما المريض بيتكتب له روشته بره المستشفى او في الاوت بيشنت سيرفيسز بيروح للصيدليه اللي هي الكوميونتي سيتنج، والصيدلي اللي موجود في الصيدليه دي هو اللي بيكون مسؤول عن بالظبط اللي هو اوت بيشنت او بيشنت او اكبر عدد موجود بالظبط كانسان. يعني حضرتك سالتي على الهوسبيتال. الهوسبيتال فارماسي بيبقى ان بيشنت فارماسيست، وده
طبعا مجالات كثيره في الان بيشنت فارماسيست. ليه؟ لان في صيدلي موجود جوه المستشفى بيكون مسؤول عن زي ما حضرتك قلتي ان يتاكد ان الادويه اللي طالعه ونازله للمرضى اللي في المستشفى كلها صح بالنسبه للجرعات، بالنسبه للاوقات، بالنسبه للمحاليل، بالنسبه كمان لو في اي تفاعلات مع الادويه، او كمان بالنسبه لوظائف الجسم كلها. يعني لو في مريض مثلا للاسف في المستشفى او في الاي سي يو او في وحده الكولا او في مشكله في الليفر او في انفكشن معينه مؤثره على جسم الانسان ككل، ده دور الصيدلي اللي في الهوسبيتال سيستم او جوه المستشفى ان هو يتاكد ان كل حاجه از اكوريت اند كوركت. في نوع تاني كمان بيكون متخصص في الان بيشنت عن الدوسنج بتاع الكيموثيرابي مثلا فور اكزامبل، او كمان بعض المضادات الحيوي اللي هي بتتاخد عن طريق الاي في او المحاليل. في ادويه كثيره بتبقى محتاجه حاجه اسمها بيك اند تروف، او بالعربي اللي هي معدله في الدم لازم يبقى بين ارقام معينه، ولا ده لازم يتظبط. فالدكتور مثلا بيكتب الاوردر بس مش هيكون موجود مع الطبيب على مدار 24 ساعة. فعلى هذا الأساس الصيدلية هي اللي بتتحمل المسؤولية دي. في الصيدلي بيبقى متخصص لتحمل المسؤولية دي علشان نتأكد إن المعدل الدواء في الدم صح، لأن لو المعدل ده نزل عن المعدل يعني اللور اند ما بيبقاش ليه نتيجة، أو لو عالي بيبقى فيه أضرار أو سايد افكتس أو توكسيسيتيز. طيب كويس خالص. فيعني انت شرحت لنا العيان تقريبا ازاي بيستفاد من الصيدلي. وفي النقطه دي احب اقول حاجه قالها لي الدكتور مايكل ملك، انتوا عارفينه الدكتور بتاع تخصص العلاج التدخلي في القلب، امبارح بيقول لي اكدي عليهم دايما يجيبوا لستة الادويه بتاعتهم اللي بيستعملوها دلوقتي. يعني مثلا قبل ما تروح لدكتور، خصوصا لو الدكتور ده جديد بالنسبة لك أو الدكتور بتاعك بعتك لدكتور قلب مثلا ما بتشوفوش كتير غير يمكن دي أول مرة، أو دكتور كلى، أو تحط الأدوية اللي انت بتاخدها وتاخد لها الصورة عند الحتة اللي مكتوب فيها اسم الدواء والجرعة بتاعته وبتاخده ازاي وكده. وياريت يبقى فيه كمان نمرة الفارماسي وبيبقى مكتوب اسم الدكتور اللي كتب، وهيشرح لنا الدكتور اللي أنا بقوله نبقى ناخد دي. بيحصل ساعات بقى إيه، أنا رايح للدكتور فبص ألاقيهم جابوا كيس من بتوع الشوبينج دول وراحوا زحفين كل اللي على الترابيزة واللي على الشلف وجايبينه معاهم، أو يجيبوا لي مثلا علبة مليانة في منها ما بخدهوش انيمور، في منها كان قديم قوي واتلغى، في منها الدكتور غيره، بس هم فاكرين ان الدكتور هيلاقي وقت يقعد يمسك واحد من 40 دواء ويسألهم ده خدتوه امتى وبتعملوه امتى، وبيحصل لخبطة والوقت بيضيع في حاجات مش مهمة. فلما تاخدوا الدواء للدكتور تاخدوله يبقى أحسن لو اتكتب الاسم، يعني على الأقل الواحد يتمرن على اسم الدواء وهو بيكتبه في ورقة ويقول ده كذا كذا والجرعة كذا زي ما مكتوب على الشريط. بالمناسبة دي أحب تشرح لنا وتورينا الصورة، إيه اللي بتكتبه وبتشرحه للشخص اللي جاي ياخد منك الروشتة؟ ورينا إيه اللي مكتوب على الورق ده اللي ساعات الناس ما بتقراهوش. ساعات بيبقى بلغة مختلفة لكن ده مش معناه ان هم ما يفهموهوش. معلش انا بس في نقطة عايز ارجع ليها قبل ما نروح للنقطة دي. على ال التخصصات كمان بتاع الدكتور الصيدلي جوه المستشفى. مستشفيات كثيرة دلوقتي شايفين يعني الموضوع ده بقاله حوالي 5 سنين يعني بيدعموه جامد جدا جدا. اللي هو حاجه اسمها انتيبيوتيك ستورتشيب. انتيبيوتيك ستورتشيب اللي هو الانفولفمنت بتاع الدكتور الصيدلي مع الفريق الطبي. يعني انا عندي صوره هنا حتى ممكن بتشوف تيم لو اي حد يكون للاسف في المستشفى. الفريق الطبي كله بيكون موجود فيه الدكتور
السبيشاليست بيكون موجود في الكيس مانجر والسوشيال وركر وكمان في دكتور صيدلي, لان كلهم بيكملوا بعض على اساس ان هم ينشور زي ما بنقول سموث ترانزيشن, ان احنا نطمن على البيشنت ده ان هو بعد ما يخرج من المستشفى هيكون متاح لي كل الاجابات لكل الاسئله اللي ممكن تكون عنده, لان فتره الهوسبيتاليزيشن او وقت ما بيكون الانسان في المستشفى تبقى طبعا وقت حرج وفي لخبطه كتير وفي قلق كتير. فالتيم ده بيكون موجود في المستشفى على اساس ان هو يتاكد من اجابه كل الاسئله للبيشنت على اساس ان هم يضمنوا لي اللي احنا بنسميه ترانزيشن اوف كير, ان هو يخرج من المستشفى ويكمل على نفس الدواء اللي هو يكون محتاجه بالنسبه للصحه الكامله. وانس ذي ار يكون اتغير عن الدواء اللي هو كان عليه. انا يعني انا على طول بقول للبيشنتس بتوعي للاسف كل مره الواحد بيدخل المستشفى لازم يفكر في الموضوع ده كنقطه بدايه مره تاني للتشخيص, لان انت كنت في مكان في كذا متخصص بيبص على الحاله, وكل متخصص او كل دكتور المفروض ان هو بيتعامل مع الشخص التاني في التيم ده علشان يشخصه ويبتدوا نظام العلاج من اول وجديد حسب الحاله. يعني النقطه اللي ناخدها من هنا ان اي حد يدخل المستشفى حلوة قوي النقطة قلتها, اكنه بيبتدي من جديد بالزبط. قبل بالزبط. ما يخرج يعرف ايه الدواء اللي هيمشي عليه, يعني ممكن يكون جزء من اللي كان عليه قبلها لكن عادة بيتغير حاجات تانية. واللي مهم كمان من كلام حضرتك ان ناس كتيرة بتبقى للأسف داخلة المستشفى حتى لو هم رايحين عبر الامرجنسي روم او داخلين لحالة حرجة نوع يعني ايه اي تكون ما بيكونوش عارفين ايه هي الأدوية اللي هم ماشيين عليها بانتظام, وده بيسبب مشاكل في الادميشن. فدي نقطة مهمة بالزبط. يعني برضو ياخدوا أدوية, ياريت كل واحد عنده دواء النهاردة قبل ما ينام يحط الأدوية بتاعته 3-4 كل واحد ولا 2 كل, بحيث يجيب الصورة كلها اللي هيشرحها لنا الدكتور بول وياخدها على التليفون بتاعه. اللي ما عندوش أو مش يعني مش عايز يعمل كده يبقى يبتدي يكتب الدواء ويخلي الورقة دي معاه. أنا عندي ناس حلوين خالص بييجوا جايبين لي الدواء ويكتبوا هنا اتغير يوم كذا من 10-20 وهكذا, يعني داريانين بحالهم. دي مهمة قوي, فكويس أنك قلت اللي رايح الامرجنسي روم لأي سبب طارئ يبقى دي جاهزة عنده, إذا ما كانتش جاهزة يبقى على الأقل ياخد الأدوية بتاعته. نشكرك على النقطة دي. طب نتفضل تشرح لنا كده أنواع الأدوية بتيجي شكلها إيه؟ يعني حد يقول لي اللونين أو القرص الأبيض الكبير الحاجات دي كلها طبعًا لو سمحت, وإيه اللي نعمله عشان يعني مثلا محلول نعمل فيه إيه وكده. فاهم أوكي. سو إحنا دلوقتي زي يعني أنا حابب إن إحنا نوصل للناس لو لا قدر الله واحد مثلا كان في المستشفى أو خرج بيتعامل مع يعني في سلايد لو نقدر نوريها للناس, ده الطبيب او الدكتور الصيدلي اللي بيكون مسؤول عن كل الادويه while you are hospitalized او لو انت شخص في المستشفى, وبعد كده لما بتطلع من المستشفى الادويه دي المفروض ان هي كلها بتتحول اللي بنسميها ادويه شفويه او روشتات اللي هي الاورال ميديكيشنز علشان تكمل الثيرابي, لان ما فيش مجال ساعات للتحاليل للمحاليل انا اسف في الاوت بيشنت, بس في طبعا ناس بيبقوا محتاجين حاجات اسمها انفيوجن في البيت بيضطروا ان هم ياخدوها. فدي طبعا another setting الشخص بيقابله اللي هو الاوت بيشنت setting. دي الصيدليه العاديه اللي انت بتاخد فيها دواك, بتستلم منها الروشتة, تشتري منها الاوفر ذا كاونتر ميديكيشنز, الميديكال سبلايز وهكذا. اسالك سؤال هنا دكتور, أنا مثلا أروح أسأل الصيدلي يبص على الروشتة ولا إيه يمشي يشد واحد من هنا ويمشي خطوتين ثلاثة يشد واحد من هنا, لما بتحطوهم إيه, حسب الألفابيت ولا حسب السيستم ولا إيه؟ ده حسب كل صيدلية بتفضل إيه. يعني معظم الصيدليات بتبقى حسب الألفابيت بالمادة الفعالة في الدراج, أو ساعات صيدليات كتيرة بتحط البراند نيم والجينيريك جنب بعض, يعني كل صيدلي عارف هو هياخد منين. بالظبط. انا بس يعني طيب اوكي اوكي. فدلوقتي انواع الادويه المختلفه مثلا
ممكن تتصرف للبيشنتس. اولا بيبقى فيه طبعا بيلز اللي هي تبقى ممكن يكون انتبيوتيك او ممكن بين ريليفر، ممكن كاف سيربس، ممكن تكون كبسوله، ممكن تكون ديزولفبل تابلتس، ممكن يكون مثلا ليكويد. قول لنا واحد واحد كده دكتور. العلبه دي معناها ان فيها حاجه بتشخشخ جوه. بالظبط بالظبط. يعني اقراص، اقراص او كبسول. أوكي. او اقراص اللي هي ما تقدرش تتك، يعني حاجه مكبوته على بودره مكبوسه على بعض. بالظبط بالظبط. لا في من ناحيه التصنيع بتبقى طبعا مواد كلها يعني مضغوطة مع بعض، وفيها طبعا المواد فعالة ومواد غير فعالة اللي هي بتبقى necessary للdevelopment نفسها. بالضبط. أمثلة مثلا يكون الأسبرين أو التورفاستاتين أو الليباتور بتاع الكوليسترول. أو مثلا دواء الضغط اسم ناس كثيرة عارفة. الأقراص دي ممكن تتكسر حسب. في أقراص اللي هي بتكون بنسميها إحنا immediate release أو ما فيش أي مشكلة في الـ disbursement أو الزمن بتاعها، ممكن تقدري إن أنت تتقسم نصين. ساعات بتبقى كمان التابلت سكورد يعني بيكون فيها فرق. بالظبط. ده معمولة on purpose على أساس إنه يبقى سهل إن الإنسان يقدر يقسمها نصين. بالظبط. لو طبعا كبسول ما ينفعش إن احنا نكسر الكبسول، لأن الكبسولة بتبقى عبارة عن غشاء جيلاتيني مليان إذا كان ليكويد أو بودرة أو حبيبات صغيرة. فالكبسولة اللي هي عادة بتبقى يا لون واحد يا لونين، ويحطوا زي أنبوبة صغيرة وفيها أنبوبة تانية قافله. بالظبط. دي ما بنفتحها. بالظبط بالظبط. في بعض منهم مسموح ان احنا نفتحها. مسموح ان احنا نفتحها. بس just while we're on the topic، يعني لو شخص محتاج يفتح كبسولة، just make sure ان احنا ننزل كل محتويات الكبسولة في جهة واحدة على اساس ان احنا نستفاد بكل كمية الدواء. يعني لو في طفل مثلا مش راضي ياخدها، نحطها له على بودينج ولا على بالزبط. حاجه أبل صاص ممكن أو بودينج. تتفتح بس ما تتنطورش. بالظبط بالظبط. يس. في انواع ادويه كمان اللي هي اورال ميديكيشنز، لو هي سستيند ريليس او اكستندد ريليس ما نقدرش نكسرها، لان احنا للاسف هي متصنعه على اساس ان هي مش لو اتكسرت مفعولها ما بيبقاش ذا سيم، او احنا مش عارفين الجرعه اللي الشخص بياخدها هتكون قد ايه. واذا كان لسه الخواص بتاعتها بالنسبه ان هي extended release أو sustained release هتبقى لسه بنفس الجودة أو شغالة حتى. طيب الطويل المفعول أو يشتغل مثلا 12 ساعة أو 24 ساعة ممكن يبقى قراص، وعادة بتبقى معمولة بطريقة زي الأمنام كده ما يقدرش حد يكسرها، أو كبسولة وجوه الحبيبات فيها. الفكرة منها أن جزء من المكونات دي يطلع على طول، جزء تاني بيبقى متحوط بحيث يستنى 6 ساعات ويريليس، وواحد تاني ممكن 8 ساعات ويريليس. فمفعولها عبارة عن جرعات صغيرة بس انطلاقها جوه الأمعاء أو جوه المعدة يعني بينطلقوا بيبقوا أبزوربد يعني، أو يعني امتصوا على أوقات مختلفة، بحيث الإنسان يبقى كأنه خد جرعة كل 6 ساعات. فدول بيطلعوا حتت كل مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات حسب الدواء يعني. فلما يقول لك حاجة ER Extended Release أو LA أو SR أو SR Slow Release أو حاجة، دول معناهم تاخدهم وهم حيرتبوا نفسهم يبقوا في الدم على مستوى مدة طويلة. بيبقى فيهم حرفين بعدها يعني بقى حسب ما يحبوا يسموها، لكن المعنى واحد، ان دول ما يتكسروش ما يتنضغوش وما يتفتحوش، يعني يتاخدوا كده عشان كل جزء هيطلع لمعدله. طيب قول لنا على السسبنشن يا دكتور، والفرق بينه وبين سائل ممكن نرج وسائل ما يصحش. Sure. في طبعا الدواء الشرب يعني ان جنرال، لو هو سيرب او سولوشن ده مش محتاج سسبنشن، فده بناخده عادي بالجرعه الروشته مثلا مكتوبه بيها. لو مثلا كوف سيرب فور اكزامبل، حاجه اللي هو الحاجه للكحه، ده بناخد مثلا ساعات للاطفال بيبقى حسب الويت. في ادويه
كحة مثلا للأطفال بتبقى حسب السن معين، بتبقى ست سنين أو أكتر، في ممكن يتاخد حتى نص الجرعة لو أقل من السن ده. ده كله بيبقى بنسميه weight based أو للحجم البيشنت نفسه أو للكبار. ده لازم نخلي بالنا منه ونفهم إحنا بناخد إيه، لأن في الطب وفي الصيدلة كمان أو الدواء نفسه بيبقى measured أو يعني الجرعة نفسها متقاسة بالمليليتر. فتلاقي مثلا دواء الكحة أو دواء الشرب مكتوب 100 ميليجرام سلاش 5 ml، ده معناها إن في كل 5 ملليلتر، وبالصدفة 5 ملليلتر يعني معلقة صغيرة، معلقة شاي صغيرة، ده المحتوى، يعني بيكون في موجود جرعة 100 ملليجرام من دواء معين. لو خدنا معلقة كبيرة ده 15 ملي، فاحنا بندي 3 أضعاف الجرعة. فلازم نخلي بالنا جدا من أدوية الشرب، ونسأل ونفهم الكمية اللي أنا محتاج أخدها إيه، لأن في دكاترة بيكتبوا مثلا بالمليجرام بس ما بيشرحوش للبيشنت ان المليجرام ده يساوي كذا مليليتر. فميك شور ان انت طبعا لو مصروف لك دواء شرب ان انت تكون متاكد الجرعه قد ايه بالمليجرام طبعا للعلم، علشان يبقى الواحد عارف وما يساويه بالكميه كمليليتر يعني. فنبقى نحط التليفون لو حد عايز يتفضل بسؤال. الدكتور قال حاجة مهمة، وأنا بشوف أطفال كتير فدايما زي مثلا هدي مثال دوايين مثلا اللي هو التايلينول اللي هو اسمه أسيتومينافين، متهيألي ناس كتير عارفين أسيتو دي، مش مهم يكملوا الباقي، اللي هو بتاع الألم والحرارة. ده كان زمان بيعملوه، دلوقتي اتفقوا إن كل الشركات سواء الشركة جونسون جونس اللي بتعمل التايلينول أو أي حد عامل أسيتومينافين يعملوا مثلا 160 ميلي جرام من الدواء لكل 5 ملليلتر اللي هي السي سي كنا بنسميها في مصر، اللي هي معلقة شاي بتاعت الميجر مش اللي بنقلب بيها الشاي، يعني هي تقريبا بتبقى كده، بس أحسن تبقى بسرنجة مثلا ومكتوب فيها السنتي أو الملي، أو نجيب الميجرنج تي سبون فول، عادة مع الدواء بتبقى فيه حاجة تميجر بيها. الحاجة التانية مثلا سسبنشن زي الاي بي بروفين، السسبنشن ده لازم يترج، لأن اللي بيحصل بيترسب لما بيتساب يعني فترة طويلة sitting on the shelf. فلو حاجة مكتوب عليها سسبنشن لازم تترج قبل ما نقيس الجرعة زي ما بيقولوا علشان نديها للطفل. كويس. فالاي بي بروفين ده برضو دواء بيستعمل كتير في الكبار والصغيرين زي التايلينول او الاسيتومينافين. اي بي بروفين اللي هو الموترين اللي هو الادفيل بيعملوه برضو، بس اما نبص على التايلينول هنلاقيه شفاف، ده اللي هو بيقول عليه الدكتور سيرب، يعني عامل زي مية عسل مثلا، بس العسل مش هبطان تحت، كله بيبقى متقلب مع بعض بكثافة واحدة. الحاجات التانية اللي هي بتبقى لبنية أو يعني أما تبص على ما تشوفش خلالها، يعني بتبقى حاجة اسمها سسبنشن، حاجة معلقة في السائل، دي لازم تدرج، وبعد ما نرجها بيبقى مكتوب عليها برضو متفقين كل الشركات على كده، يقول لك مثلا 100 ملي جرام، يعني 100 ملي جرام من الدواء، ويحط السلاش اللي بيقول عليها الدكتور دي شرطة، ويقول لك 5 ملليلتر اللي هي 5 cc اللي هي الحجم بتاع معلقة الشاي اللي للدواء. طيب فده الحاجات السسبنشن تترج، الحاجات السيرب ما تترجش زي دواء الكحة والتايلينول وكده. في أشكال تانية للأدوية؟ في كمان سسبنشنز أنا حابب نعلق عليها
while we're on the topic يعني اللي هي المضادات الحيويه اللي محتاجه reconstitution دي اللي هي مهمة. Yeah, مهمه جدا بالنسبه للاطفال كمان لان دي بيحصل لها reconstitution في الصيدليه بجرعات معينه يعني بس مهم ان الدكتور الصيدلي يشرح للبيشنت او للبيرنتس المده الصلاحيه بتاعتها قد ايه فبعد ما احنا بنعمل لها reconstitution او compounding في الصيدليه بيكون الميكشر ده ستيبل لمده معينه بعض المضادات الحيويه بتكون صالحه لمده 10 ايام بس من تاريخ الريكونستيتوشن بتاعتها او تحضيرها او في مصر كمان بيسموها نكسر الانتيبيوتيك هو ده كسر الانتيبيوتيك ان احنا بنعمل لها ريكونستيتوشن مع الميه او الستيرل ووتر في بعض المضادات الحيويه بتبقى صالحه لمده 10 ايام لمده 14 يوم في لمده اكبر فخلي بالكم لو خدتوا مضاد حيوي ولسه فاضل عندكم فيه طبعا الدكتور بيكون كاتب على المضاد الحيوي لمده معينه وبعد كده بنكتب عليه في الصيدليه discard remainder يعني ارمي الباقي لو ما استخدمش بعد المده دي وفي كمان نوع من انواع المضادات الحيوي لازم تتشال في الثلاجه versus room temperature ولو فضلت بره الثلاجه لمده مثلا في مضاد حيوي مشهور اسمه اجمنتين ده لو فضل بره الثلاجه لاكثر من 6 ساعات ما بيبقاش صالح anymore فلازم للاسف نجيب جرعه تاني بروشيتا جديده وطبعا احنا عارفين الادويه زي الاموكساسيلين ده بيستعمل كتير للاطفال وساعات في ناس كبار ما بيقدروش يبلعوا فبيكتب لهم بنكتب لهم ده فهو بيجي للصيدلي بودره طول ما هو بودره ممكن يقعد له سنتين ثلاثه لكن اول ما بيحط عليه الميه ويخلطه ممكن مفعوله يقعد 10 ايام بس او اسبوعين انا عندي الحكايه دي بتحصل يعني ابص الاقي كتبت دواء لطفل مثلا كان عنده اير انفكشن وبعد 3 أسابيع ولا حاجة جالي بنفس الإير إنفكشن أقول لها مش أنت اديتيله الدواء 10 أيام لا ده أنا ابتديت امبارح اديته بقيته لما ابتدى يلعب في ودانه ليه ده كان 3 أسابيع أصلا هو ما خلص الإزازة فاللي فاضل كان في التلاجة اديتوله حتى لو في التلاجة مفعوله راح وعشان كده ما خفش لأنه ما خدش الجرعة الكاملة لأن هما بيدوا الدواء مش علشان الإنسان الأعراض تروح لا ده علشان يفضلوا يضربوا في الميكروب وعارفين الميكروب يعني صلابته قد إيه وبالتالي لما الدكتور يقول أسبوعين مثلا عشان يورين إنفكشن أو 10 أيام عشان إير إنفكشن أقل من كده ممكن يزرع يعني لو خدوا عينة من الزور أو من المكان اللي فيه الإنفكشن يلاقوا الميكروب لسه عايش فالدكتور بيكتب عدد الأيام عارفين إن هتاخد الميكروب الفلاني المدة دي علشان نخلص منه بالكامل مش نهبطه وبعدين يبتدي ينشط تاني ويحصل الانفكشن تاني طب يا دكتور شرحت لنا حاجات حلوة خالص ربنا يبارك لك تشرح لي أنواع الروشتات يعني في ليه روشتات لازم الدكتور يبقى عنده روشتات مختلفة يعني تفضل وقول لنا السبب شور في طبعا انواع كثيره جدا من الروشتات مش بس بالشكل او مثلا تابلت فيرسز كابسول او فيرسز ليكويد بس في كمان انواع من الروشتات اللي هي بنطلق عليها مثلا حاجه جدول يعني للأسف في high chance of addiction أو إن هي مثلا ممكن تكون مضرة على المدى الطويل للpatient ده نوع من أنواع الروشتات وهنتكلم عن دي طبعا الروشتات دي بتتطلب نوع معين من الروشتات حتى كتابيا أو دلوقتي هنا في اليونايتد ستيت ابتداء من أول من السنة دي كل حاجة بقت بيركومند إن هي تبقى إلكترونيك علشان يتأكدوا إن ما فيش أي تلاعب مع في البريسكريبشن بادز بسبب المشكلة اللي البلد للأسف بتمر بيها من الأوبيويد أبيوس والناس اللي بيحصل لها أوفر دوس من أنواع الأدوية دي فده نوع مثلا في نوع ادويتها بنسميه acute order ده اللي هو زي ما حضرتك قلتي المضاد الحيوي الحاجه اللي هي بتكون للالم او للصداع او لل مثلا للانفلونزا او لفيروس معين او مسكن
versus حاجة تاني اسمها maintenance medication. Maintenance medication ده اللي هو الأدوية اللي احنا بناخدها بانتظام ومحتاجين ان احنا نباشر معاها او نتابع معاها بفحوصات ومعامل على اساس ان احنا ندي للدكتور المشخص فرصة ان هو يظبط معدلاته حسب الريسبونس او حسب تفاعل جسم الانسان مع الدواء ده. ادينا امثله. يعني مثلا فور اكزامبل ادويه الضغط او ادويه الكوليسترول. الكوليسترول از ا فيري جود اكزامبل. نفترض مثلا ان شخص راح للدكتور وعمل تحاليل بدائيه وطلع ان الكوليسترول عالي. فالدكتور بيكتب على جرعه معينه من دواء الكوليسترول وبيكون عامل حسابه ان المريض ده هيمشي على الدواء لمده 3 اشهر على لغايه، يعني بيدي فرصه بمعنى صح للدواء ان هو يتفاعل مع الجسم، مع طبعا حاجات اضافيه البيشنت محتاج يعملها اللي هي اللايف ستايل تشينجز، على اساس ان احنا التحاليل بتاعتنا او المعمل بتاعتنا يتغير. فبعد 3 اشهر احنا محتاجين نباشر مع الدكتور علشان نديله فرصه ان هو يعمل اي تعديلات بناء عن التحاليل. دي الصورة. In general أي دواء المفروض هيطلع من صيدلية هيكون موجود عليه زي ما نقول components أو حاجات لازم تكون موجودة. دي من نقابة الصيدلة هنا it's required. أول حاجة هيكون عندك اسم الصيدلية والأدرس، هيكون عندك رقم التليفون بتاع الصيدلية، هيكون عندك كمان حاجة بنسميها prescription number وإحنا بنعمل لها highlight هنا على أساس أن بندي الفرصة للمريض أن هو يتصل بالصيدلية ويعرفنا أني روشيتا اللي هو بيتكلم عليها رقم كام، لأن مش كل الناس قادرة تقرأ الاسم ده أو تقول الاسم ده. فعشان نسهلها مثلا على المريض أن هو إحنا نعرف كصيدلة أني روشيتا اللي هو بيتكلم عليها، لازم يكون فيها مكتوب عليها التاريخ الدواء اتكتب فيها او اتصرف فيه. بيكون الفيرست نيم واللاست نيم اوف ذا بيشنت، ده طبعا ريكوايرد. زي ما الدكتوره شهيره منشند بيكون موجود اسم الدكتور اللي كاتب الروشيتا، اسم الصيدلي اللي فاينلايزد الروشيتا، واسم الدواء. وحاجه كمان عايز انبه عليها اللي هو يعني ايه الفرق بين حاجه جينيريك وحاجه براند. البراند نيم او اي دواء بيتصنع هنا في الولايات المتحده بيكون طبعا اختراع في الجديد في المجال، في مجال الطب او في مجال الادويه او في مجال الفاكسينز مثلا. فالشركه المصنعه، الشركه الام المصنعه للدواء ده بيكون عندها حاجه اسمها باتنت اللي هو اي ثينك حمايه لمده مثلا 15 او 20 سنه حسب نوع الدواء. ان ما فيش اي شركات تانية تقدر تصنعه لان هم المسؤولين وهم هم بس اللي عندهم حقوق الملكيه زي ما بيقولوا لتصنيع الماده الفعاله دي، وبيبقى اسمها مثلا ملوش حاجه. يعني مثلا اتورفاستاتين ده اول لما اتصنع كان الاسم الاصلي ليه او البراند نيم اللي زي ما بنقول ليه اسمه ليبيتور. فلو مثلا انت واخد روشيتا هي الجينيريك او معلش تعال نرجع شويه علشان نشرح. سو مثلا اول لما ما تصنع الليبيتور كان اسمه ليبيتور بس مش موجود في السوق غير ليبيتور، ما كانش فيه الماده الفعاله اللي هي اسمها اتورفاستاتين دي. هو كان فيه بس مش مكتوب. بالظبط بعد يعني مكتوب تحت بس مش ما فيش حد تاني يسميه باسم تاني وبعدين يحط الماده الفعاله. بالظبط فكان في الاول طبعا موجود باسم ليبيتور بس، هو ده اللي موجود في السوق. الشركه دي الوحيده اللي بتطلع، هو الوحيده اللي بتصنعه. بالظبط. فبعد مثلا مرور 20 سنه دلوقتي الباتن ده بيكسباير، واي شركه ادويه تاني بيبقى ليها الحقيه ان هي تصنع الدواء بنفس المادة الفعالة. والمهم جدا جدا هنا in the United States الـ FDA اللي هي وزارة الـ Food and Drug Administration هي المسؤولة عن الفحوصات، ان تتأكد ان يعني قبل ما اي شركة تصنع الـ بما يسمى البديل من الدواء الاصلي لازم بيعملوا تيستنج وفحوصات يتأكدوا ان المادة الفعالة بتطلع نفس البنفيت 100%. مفيش اي فروقات. ناس ممكن تسال تقول طب يا دكتور انا لما كنت ماشي على البراند ولما حولت للجينيريك حسيت بفرق، موافق معاهم.
مش من ناحية المادة الفعالة بس للأسف من ناحية المواد اللي هي بنسميها inactive، المواد الغير فعالة اللي هي مستخدمينها، الطعم، الابزوربشن، الديستريبيوشن أو اللون. فنخلي بالنا من الموضوع ده، لأن الإفكت نفسه by FDA standards لازم يكون the same قبل ما أي شركة تقدر تطلع الدواء على الماركت. مهمة خالص دي، لأن في ناس كتير حتى في مصر الدكاترة بتكتب لهم الدواء الأصلي لبيتور مثلا، فيروحوا للصيدلية يلاقوه بألف جنيه، فالصيدلية يقول لهم لا أنا عندي اللي زيه بس بعشرين جنيه. الشخص بيفتكر إن بتاع الألف جنيه هينفيده أكتر من العشرين، وساعات يبعتوا الروشتات لأهليهم ويقولوا لهم أنا عايز ده عشان ما عندناش غير البديل. البديل مش معناه إن مفعوله أقل، معناه إن بعد ما الشركة لمت البلايين اللي صرفتها على الدواء قالوا طيب خلاص كفاية كده، هنطلع هنسمح لشركات تانية تعمل نفس الدواء بنفس المادة الفعالة، يمكن لونها مختلف، يمكن شكلها مختلف، لكن المادة الفعالة هي هي. ساعتها بيحصل حاجتين، الشركة الأم خلاص لمت فلوسها اللي صرفتها فبتنزل الثمن بتاع الأصل بتاعها، بس برضو بيفضل أعلى كتير من الشركات التانية اللي ما صرفتش ملايين وبلايين على الدواء. كمان بتبتدي الانشورنس والميديكير والميديكال وكده يقولك طب أنا ليه أدفع له ثمن الدواء اللي كان ألف بقى 200 مثلا بس، طب ما في زيه بنفس المفعول بعشرين، فيقوموا يقولك مش هنغطي ده لكن هنغطي التاني. يروح للصيدلي، الصيدلي ملوش دعوة، الصيدلي لو عليه هيديله الدواء اللي الانشورنس بتاعته مغطياه، ممكن يكون البراند في بعض الحالات وممكن ما يسمحوش بده، فليبقى لازم مجبر يديله الجينيريك. الصيدلي مش هو اللي بيعمل فرق الفلوس، يعني هو يوم ما هيبل الانشورنس بالبراند قول البراند متغطي، فهو تمن البراند بقى من ألف بقى 200، فهو هيشتريه ب 180 هم يدفعوا له 185 مثلا او ال 200، ما عملش الفرق. الجينيريك بقى ب 20، الانشورنس احسن لها تدفع الجينيريك، والفارماسي جايبه ب 18 بدل ما جايب ده ب 180 مثلا. فالفرق هنا بيبقى حسب شركة التأمين، لكن اجين النقطة اللي قالها الدكتور بول ان مفعول الدواء على الجزء في الجسم اللي بيشتغل عليه هو هو، ممكن طعمه يبقى متغير، ممكن شكله متغير، ممكن يتعب معدته شوية حسب المواد اللي حاطتها الشركة اللي عملت المصنع صنعت الدواء، لكن المفعول بيبقى زي الثاني. يعني ما نخافش ان احنا نستعمل الجينيريك، وعادة الجينيريك بقى بيبقى الدواء اتعرف قوي وصناعته بقت سهلة، ما هوش سر وواحد محتفظ بيه انيمور يعني. فالجينيريك مهمة خالص الكلام اللي قاله الدكتور. فالجينيريك بيتحط فيه اسم المادة الكيماوية زي ما قال أتروفيستاتين، وعلشان خاطر المريض يطمئن، هو يمكن كان حافظ ان بقاله 20 سنة بياخد ليبيتور، فيقوموا قايلين له بديل الليبيدور او جينيريك فور ليبيتور. نشكرك يا دكتور. طيب اللي عايز يتفضل باي اسئله للدكتور بول هو مرحب. مظبوط شو طبعا كفايه انا بسالك. طيب في برضو ادويه لو سمحت، انت سوري انت شرحت الروشتات، انا هحكي لك مره لسه حاصله قريب. الروشتات لما بتيجي بيبقى فيها رقم، دلوقتي الأدوية اللي هي بتاعة اللي بتعمل إدمان زي الأمفيتامين مثلا اللي بيستعمل للناس اللي عندها عدم تحكم في التركيز،
اللي هو زيه المس امفيتامين اللي بيتباع بره غالي قوي والناس بتاخده وبتبوظ صحتها، زي مثلا الحاجات اللي فيها الكودين زي نوركو مثلا فور اكزامبل او الهيدروكودون او حتى الكودين. لو 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 روشيتا الكودين ده بقى جدول حاجه مثلا. المنومات دلوقتي بقت كتير منها جدول. الحاجات اللي بنستخدمها كمهدئات للاسف للانكزايتي دي كلها جداول. فكل كل الادويه اللي هي زي ما حضرتك قلتي للاسف ممكن يكون قابله للادمان بنسميها جدول اللي هي controlled substances. وللأسف الإنسان مش بس بيتعود عليها وما يقدرش يفانكشن عادي من غيرها، يعني الإدمان وحش في كده، ده ساعات بياخدوها ويبيعوها للناس المدمنين بعشر أثمانهم. يعني مثلا أنا أقول لكم حكاية لسه حصلة من 3 أسابيع. عندي شاب عنده 20 سنة، عنده attention deficit اللي هو كثير الحركة اللي مش قادر يركز، فأنا كتبت له ريتالين، والروشيتا الجديدة لسه عاملينها مفيش من كام شهر، عليها تحتها بار كده رقم محدش يقدر لا يغش فيه ولا يعمل، وحتى الورق بتاع الروشيتا محدش يقدر يعني يعمل له نسخة منه ولا حاجة، يعني معمول بطريقة فيها تحكم على قد ما يقدره. ورغم كده أنا كتبت له 30 بتاع شهر، يعني مش هيحتاج اكتر من شهر في الوقت الحالي. فالفارماسي طلبني وقال لي مدياله 80. فانتوا عارفين التلاتة بالانجليزي تحط لها تلاتة بالعكس من الناحية التانية بقت 8. فقلت له لا انا مدياله 30 بس. قال لي عشان انت اديتيله 30 قبل كده، والمرة دي جاي بالروشيتا وهو صلح 30 سهلة تتعمل 80، يعني 3-8. المهم فقلت له لا طبعا ما تصرفلهوش، وبتعلي الروشيتا في البوستة وعنده العنوان. فالروشيتا جات لي، جايت الشخص ده بيقول الفارماسي ما رضاش يديني الروشيتا. قلت له ولا انا هدي لك، طب اديني 30. لا ليه؟ لان دي معناه ان هو كان بياخدهم يبيعهم، بيأذي ناس، وعلشان هو متغطي بالميديكال بياخدهم ببلاش، مش مهم يعمل فلوس بس المهم انه هيأذي ناس وديس اونست يعني. فانا قلت له لا انت شوف دكتور تاني. فانا بحكي لكم ازاي التحكم في الروشتات اصبح جامد، ورغم كده الشوارع مليانه دراجز والناس بتموت اكتر من اللي بيموتوا بالحوادث. السنه اللي فاتت ماتوا بالادويه اللي جايه عبر الحدود. فيعني على قد ما الحكومة بتقدر تتصرف، دي الجزء البسيط اللي بنقدر نتحكم فيه. الجزء الكبير طبعا للأسف ده اللي بيتحكموا فيه الناس المؤذيين اللي بيعملوا ملايين من موت الناس. طيب يا دكتور، ناخد عشان الوقت شوية أدوية كده زي ما حضرتك قلت المينتيننس. فهو شرح لنا ان في ادويه الانسان عايزها النهارده، مضاد حيوي مثلا لو ما خدهوش البكتيريا بتتكاثر، فدي ايه هياخده النهارده مش بكره، وياخده المده وبعد كده خلاص موت الميكروب مش محتاجه، زي بتاع الوجع مثلا عامل خراج ولا حاجه وخلاص. في بقى ادويه اللي هو قال عليها مينتيننس، يعني الانسان عنده مرض هيستمر معاه لاخر العمر، بمعنى ان الدواء لازم يستمر مع المرض ومع الانسان لاخر العمر، زي الضغط، زي السكر، زي الكوليسترول. ودي 3 ثلاثي اللي بينضموا مع بعض دايما، لهم علاقه ببعض. وللاسف ساعات ناس يخلص منها الدواء ويقول لك انا ضغطي نزل، يبقى فاكرين ان هم كده خلصوا. الضغط نزل عشان كنت بتاخد الدواء، لكن لما ما تاخدش الدواء الضغط هيرجع تاني. نفس الحكاية للسكر، نفس الحكاية للكوليسترول. وهتقول لنا ازاي انسان زي ده عنده سكر بنريكومند ان هو ياخد ثلاث حاجات مع بعض. يقول لك انا عندي سكر، طب مديني دواء ضغط ليه ومديني دواء؟ تشرح لنا لو سمحت ليه الدكتور بيكتب ساعات حاجات
الإنسان مش شايف إنها هو محتاجها. اتفضل. الأول بس أنا بحب إن إحنا نرجع تاني للسلايد علشان تعقيبا على كلام دكتورة شهيرة. المينتنس ميديكيشنز دي مثلا يعني الدايركشنز او طريقه الاستخدام بنكون كاتبينها احنا على الليبل مثلا ازاي الشخص ياخد الدواء ده او امتى، ممكن يكون مره في اليوم او سبيسيفيكلي ات بيد تايم لادويه معينه او مثلا الصبح لادويه معينه تاني، او في ادويه مش ما بتفرقش امتى تتاخد. فعلى طول خلوا بالكم من الكوانتيتي، فدي حاجه تاني كمان ريكوايرد او احنا بنركز عليها اللي هو الكميه اللي موجوده جوه علبه الدواء. وكمان حاجه مهمه جدا اللي هي الديسكريبشن بتاعه الدواء، لان بيحصل غلطات ساعات، فاتاكد على طول ان المكتوب هنا على الليبل ده يشابه بالظبط ايه اللي موجود جوه العلبه، لان يعني للاسف ده 30 قرص، 30 قرص من حبايه بيضة اوفل بيضاويه مكتوب عليها اي تي في. ده الحروف 20 اللي على بالظبط يا او اللي مكتوب على القرص نفسه اي بي او، ده اللي هو شركه ابوتكس او دي الشركه المصنعه. بيقول لك هنا كمان على اساس ان حضرتك بتشرحي ايه الفرق بين المينتنس ميديكيشن الريفيلز، الدكتور مثلا بيكتب روشته ب 30 او بشهر زائد مثلا 2 ريفيلز، يبقى ده لمده 3 اشهر. بيقول لك الروشته دي ممكن تتصرف قبل اي روشته مكتوبه صالحه لمده سنه من تاريخها لو هي مش جدول. لو الروشته جدول او كنترول سبستنس بتكون صالحه لمده 6 اشهر بس، لازم تتصرف في الوقت ده. يعني يو كان ريفيل السبستنس بالظبط لو الدكتور سمح لنا بالريفيلز. وطبعا الاكسبريشن ده اللي هو تاريخ الانتهاء اللي بيتكتب من الصيدليه، انتهاء مفعول الدواء، ده الاكسبريشن ديت. فعلى هذا الاساس نركز جدا في المينتنس ميديكيشنز او في الادويه اللي احنا بناخدها باستمرار في موضوع الريفيلز، لان لو انت قدامك هنا مكتوب 1 ريفيل يبقى انت من حق الصيدليه ان تصرفه لك مره تانية حسب توجيهات الدكتور اللي كاتب الروشته. لو مكتوب 0 من غير ما يرجعوا للدكتور، بالظبط. لو مكتوب 0 ده معناها ان ما فيش ريفيلز، فادي الصيدليه فرصه ان هي تتواصل مع الدكتور علشان تريكوست اديشنال ريفيلز لو محتاج. مهمه قوي. بالظبط. يعني انت عندك 30 قرص، لما تلاقي فاضل 5 بس ما تستناش لما يخلصوا وبعدين تبتدي تدور. النهارده السبت الصيدليه قافله والنهارده الحد الدكتور مش موجود، وتقعد يومين من غير الدواء. اما قرب يخلص يبقى عندك 5-6 ايام تتصل بالدكتور او اتصل بالصيدلي. والصيدليه الحقيقه يعني حلوين لما بيبقوا صيدليه مش كبيره زي سي في اس ورايت ايد والشركات الكبيره دي اللي بيشغلوا الناس بحيث ما يبقوش دريانين بعيانينهم. الصيدليات اللي زي عند الدكتور بول اللي هي صاحب الصيدله هو اللي يهمه المريض، بتتصل بيه هو يتصل بالدكتور ويبعت له طلب ان يأوكيه يعني يوافق على الريفيل، يعني اديله دفعه تانية ودفعه ثالثه من نفس العدد. طيب ثانك يو دكتور. فسؤال حضرتك بالنسبه مثلا للامراض اللي بتتطلب ادويه اضافيه، يعني حضرتك قلتي مثلا مرض السكر في الاكزامبل، للاسف السكر بيأثر على اعضاء تانية في جسم الانسان زي الكلى والقلب، فعشان كده حتى لو التشخيص بس السكر الدكتور بيزود حسب الدراسات وحسب الجايد لاينز وحسب الاكسبرت اوبينيونز بالظبط ان هو يزودوا ادويه تانية، حاجه للقلب او للضغط وحاجه طبعا للكوليسترول، على اساس ان احنا نحد من الكونسيكونسز يعني او المتتبعات بتاعه المضاعفات من تشخيص السكر الاساسي في جسم الانسان. حلوه دي خالص. ليه؟ لان احنا قلناها كذا مره كل ما بنتكلم على الديابيتس، وكل دكتور بيعالج واحد عنده ديابيتس لازم يبقى عارف كده، واللي عنده ديابيتس لازم يبقى عارف كده عشان يمكن الدكتور فاكر انه عنده. فانتوا عارفين الديابيتس بيعمل زي تشرخات كده في جدار الشرايين، فيجي معدي الدم في كوليسترول الجدار خشن يرسب عليه. كمان لما يرسب على الشرايين بتاعة الكلى
بيقلل الدم اللي رايح للكلى، وعلشان كده مرض الفشل الكلوي أهم سبب ليه هو السكر، مرض السكر الديابيتس. فلقوا حاجتين زي ما قال الدكتور بالأبحاث، إن لازم مرض اللي عنده سكر ياخد حاجة ولو بسيطة من دوايين بتوع ضغط، لقوهم بيخلوا الشرايين بتاعت الكلى توسع، أو المادة اللي بتفرزها الكلى عشان تضيق الشرايين توسعها، يقوم الدورة الدموية للكلى تبقى أحسن. دول اللي اسمهم ايس انهيبيتور، عادة بتبقى لسينوبريل آخرها ريل، احنا اتكلمنا في الحاجات دي كتير، أركو تكونوا اللي شافونا يفتكر، اللي ما شافهاش يشوف حلقات السكر اللي عملناها 4-5 حلقات. فلازم يبقى عنده دواء ضغط، حتى لو ما عندوش ضغط يديله جرعة صغيرة بس عشان تحميله الدورة الدموية بتاعت الكلى عشان ما تفقدش كفاءتها، بيبقى آخرها ريل. حتى اللسينوبريل، بنازابريل آخرها ريل، افتكروا ده. أو مادة تانية برضو بتشتغل على نفس الإنزيم اللي بيفرزه الكلى عشان توسع الشرايين، اسمها في الآخر تان، زي لوسارتان، فالسارتان، إيربيسارتان، اسمها أربس، يعني واحدة ريل أو واحدة تان في الآخر، كذا دواء بس واحدة منهم تبقى لكل مريض عنده سكر، واحدة بس. الحاجة التانية إن بياخد دواء يقلل الكوليسترول علشان ما يخليش الرواسب اللي ماشية في الدم تبقى كتيرة وتصلب له الشرايين. فأي واحد مرض، أي واحد عنده السكر لازم ياخد حاجة للضغط من نوع معين، ولو جرعة صغيرة، مش مهم توطي له الضغط بس تحميله شرايين الكلى، وياخد دواء تاني يقلل له الكوليسترول في الدم حتى لو بتاعه واطي، لما يوطى أكتر يبقى بنحمي الشرايين بتاعته أكتر. فنفتكر دواء السكر ياخد التلاتة، مرض السكر ياخد التلاتة دي. ساعات أنا مثلا أكون نسيت أكتب لواحد، أو معرفش إن هو عيان جديد جاي لي، فكتبت له دواء السكر بتاعه على أمل إن هو يكون على الاتنين التانيين من الدكتور اللي قبلي، فبعت الروشتة للدكتور بول، فالدكتور بول في الكمبيوتر بيبص عليه بقى من الماضي اللي أنا معرفوش، فيطلبني يقول لي دواء المريض ده بتاع السكر على فكرة ما هواش بياخد دواء الارب او اللي اخره تي ان او اللي اخره بريل، او يقول لي ما بياخدش حاجة تنزله الكوليسترول، اقول له تحاليله كويسة، لا اقول له ثانك يو، اشكرك، لان انا عارفة انه مفروض ياخد دول. في طبعا دكاترة مش كيبينج اب بالريسيرش وبالتوصيات، ساعات الفارماسي بقى بتبقى دي مهمته، يقول له يا دكتور ده محتاج الدواء الفلاني والدواء الفلاني بجانب دواء السكر. أدوية الضغط بقى اتفضل قول لنا. طبعا مشكلة تانية طبعا احنا بنكون مسؤولين عنها وبنقابلها كتير جدا جدا، ان الجنرال براكتيشنر او البرايمري كير فيزيشن بيبقى مسؤول عن الحالة العامة للمريض، وفي حالات طبعا بتستلزم ان احنا نعمل ريفيرلز لمتخصص، اذا كان مثلا دكتور كلى متخصص في الكلى، او اندوكرينولوجيست متخصص في امراض السكر، دكتور قلب متخصص في امراض القلب، دكتور نفساني زي الدكتور بول. ناخد سؤال لو سمحت. شور ليك وبعدين تكلم. اوف كورس اللي معانا على التليفون يتفضل. هالو، أهلا وسهلا بك. كلهم طيبة وانت بخير وسلامة. كلهم طيبة مرسي خالص. اتفضلي حبيبتي سؤالك. أنا مش سامعة صوتك خالص، صوتك واطي بعيد، صوتك بعيد قوي. صوتي بعيد. طيب ألو؟ أنا علي صوتي شوية وبرضو حبيبتك علي صوتك. بقولك أهلا وسهلا بيك، اتفضلي بالسؤال. السؤال بتاعي، أنا بسأل على فيتامين، ب ألف، ب واحد أو ب ب واحد. أيوة. هل ده لي تأثير على تخفيض السكر، ده ينزل السكر مع
الأدوية؟ شور. اتفضل دكتور بول. سؤال حلو. شور. فيتامين بي واحد اسمه ثيامين. ففي للأسف الفيتامينات ما عليهاش أبحاث زي الأدوية المتداولة اللي بتتكتب مثلا كروشتات أو كده. يعني الأوفر أول ريسبونس بيكون متكون عن أو ناتج عن الاستخدام الشخصي اللي هو بنسميه كونسومر ريبورتينج. كونسومر ريبورتينج يعني ايه؟ يعني الناس اللي خدت حاجه زي فيتامين بي 1 او فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين لاحظوا ان مثلا نسبه السكر قلت، بس مش في كل الحالات. يعني انا ما اقدرش اقول لك 100% ان الشخص اللي عنده سكر او عنده بوادر سكر او بري دايابيتك لو خد فيتامين بي 1 هيقلل له السكر. In general لو اللي انا برجحه في حاجه زي كده، ودكتوره شهيره ممكن برضو تكمبلمنت الاجابه دي، ان الشخص ياخد فيتامين بي واحد مش مضر. فلو مثلا الشخص عنده سكر وحابب ان هو يجرب موضوع الفيتامين بي واحد، لو خدوه ما فيش فيه اي ضرر. لو ان شاء الله السكر اذا كان التراكمي او السكر اليومي مثلا ابتدى يقل يبقى مفيد. برافو عليك. انا باخد فيتامين ب 12 ان هو مش موجود في جسمي. بصي على فيتامين ب 6 ممكن اخده؟ ايوه ممكن. بصي فيتامينات ب كلها ملهاش ضرر لو اتاخدت اكتر، زي وزي فيتامين سي وزي فيتامين دال. بس ده لما بيعلى قوي ليه حاجات تانية على العظم وعلى الغدة جانب الدرقية وكده. ففي فيتامينات لو الإنسان بيأكل أكل متوازن زي ما كنا في مصر مثلا ما بنحتاجش فيتامين قوي، لكن هنا الخضروات اللي مش مطبوخة والجزر والحاجات دي الناس ما بتاكلش منها كتير، فبيحبوا ياخدوا سبليمنتال A وB مجموعته ما بتأثرش لو زادت عن معدلها، لأن بينزل معظمه في البراز أو في البول. النقطة المهمة حضرتك قلتيها، الناس اللي عندها السكر بيبقى عندهم التهاب في الأعصاب، ومجموعة بي كلها خصوصا 12 و1 و6 بتساعد على أن العصب يحمي نفسه من الالتهاب، الجدار بتاعه كده. فمن الكويس يعني فيتامين 6 بيساعد على الالتهاب بتاع العصب. ايوه حبيبتي. النقطه ان مش كل الفيتامينات بنقدر نقيسها في الدم، بنقدر نقيس فيتامين ب 12 و10 اللي هو الفوليك اسيد وفيتامين د، دول تقريبا الثلاثه بس اللي بنقدر نقيسهم، وانا بقيسهم للناس اللي عندها سكر والناس الكبار في السن اللي ما بياكلوش كتير قوي، وعشان اديهم السبلمنت. انا ما باكلش كتير. نعم حبيبتي ما بتاكليش كتير؟ على اي حال انا ما باكلش كتير. طبعا لا. يعني انت كويس، انت المفروض تاكلي ما دام عندك سكر تاكلي بروتين اكتر، بعديها خضروات. انا عندي سكر. ما انا بقول لك تاكلي بروتينات زي البيض والفراخ والسمك وكده، وبعديها الخضروات الخضراء كلي زي ما عجبك. خاص باكل سمك وبيض، لكن لحمه وفراخ ماليش تقل عليها. طب كويس. فانت المهم النشويات بقى هي دي، والحلويات هي دي اللي انت احسن لك ما تشوفيهاش عشان ما تاكليهاش على قد ما تقدري. يعني انت باين عليكي شاطره في المطبخ فما تعمليش الحلويات. ما بقربش عليها، انا حطها في الثلاجه زي الشوكولاته، حطها في الثلاجه في امرجنسي لو السكر وطي. طيب كويس، خليها جوه شويه بس. اشكرك. طيب اللي عنده سؤال تاني يتفضل. هلو الو. اهلا بيك. مساء الخير، ازيك يا دكتور شهيره؟ الحمد لله. السيد المخرج قال الصوت ممكن يعلى شويه. اتفضل يا حبيبتي. من فضلك انا باخد دواء لسرطان 100 للضغط. دواء للضغط؟ دواء للضغط اسمه لوسرتان 100. ايوه حبيبتي علي صوتك كمان شويه.
انا باخد دواء للضغط لزتان 100، وبعدين الدكتور زود لي دواء مضر للبول قال لي خديه كل يوم. أيوة. ولما اخدته الكفاءه بتاعت الكلى قلت. هل ده سبب؟ هو بعد كده وقفوا لي واعطاني نوع تاني. انت عندك سكر يا حبيبتي؟ لا ولا عندي سكر ولا حاجه. طيب اوكي. معلش واقف لحضرتك المدر للبول صح؟ غيره لي، اعطاني نوع تاني قال لي بيشتغل ابطا. كان نازل مثلا كفاءه الكلى لما نزلت كان من المدر بتاع البول. طب نزلت لكام يا حبيبتي؟ يعني كانت 70 نزلت 55. لا ده نزول فجاه كتير. بتاخدي ادويه تانية؟ باخد ادويه روماتويد وكده يعني وللغده. طيب يعني اكيد الدكتور اولا كل المدرات طبعا بتشتغل على البول، فبس في حاجات ممكن تاذي اكتر من حاجات، فيعني هو بقى يتصرف في دي. بس كونك نزلتي من 70 ل 55، الادويه بتاعه الروماتويد بتاثر على الكلى، خصوصا اللي هي بيسموها نوت كورتيزون انتي انفلاماتوري. لا حضرتك انا باخد هيدروكلوروكوين. اوكي هيدروكلوروكوين. هيدروكلوروكوين. اتفضل يا دكتور. اوكي ممكن اللي يكون سؤال لحضرتك، هل وظائف الكلى كانت حضرتك كنت متابعاها من زمان، من يعني من ساعه ما ابتديتي على اللوسرتان؟ ايوه انا كل 3 شهور بعمل تحليل صوره دم كامله، وفجاه كده نزلت من 70 ل 55. هو بيقول من الفولترين، بس انا ما بقاليش كتير باخد فولترين برضه يعني. اوكي سن حضرتك كام؟ سني 69. 55 مش بطاله، بس هو هنا ال 70 ل 55 دي اللي نزلت فجأة. يعني هو دايما الإنسان بيخسر 1% بعد سن 40 كل سنة، يعني اللي كان 90 وهو 40 ممكن يبقى 80 على 50، لكن من 70 ل 55 في 3 شهور دي لازم يراجع الأدوية بتاعتك. هو الوحيد اللي كان زودوه لي هو مضر البول، يعني كل أدوية ثابتة. مش مهم اللي كانوا زودوا. لما اخذت مضر البول حصل كده، فهل مضر البول ده بيأثر على كفاءة الكلى؟ لا اي دونت ثينك هو نزله من 70 ل 55، هو محتمل الأدوية التانية بتاعت الروماتويد ابتدت عندي، يعني أنا بقالي 10 سنين باخدها. ما أنا عارفة حبيبتي، ما 10 التأثير بيبقى تراكمي، يعني بس أنصحك تعملي حاجة. خلي الدكتور البرايمري بتاعك اللي هو بيعالجك من الضغط يوديكي لنفرولوجيست، دكتور تخصص كلى مش جراحة الكلى، أمراض الباطني بتاع الكلى، وخدي معاكي أدوية. خدي التحاليل بتاعت كام شهر فاتوا، يعني مثلا 4-5 تحاليل خلال السنة اللي فاتت، وروحي له ووري له كل الأدوية بتاعتك اللي بتاخديها حاليا، وهو هيقول لك مين. هو كمان ممكن يكلم الروماتولوجيست اللي بيعالجك من الروماتولوجي ويقول له ان الوظائف الكلى بتاعتها نزلت، ممكن الدواء ده نغيره لحاجة تانية وهكذا. يعني 3 دكاترة بتوين الدواء بتاع الدكتور بتاعك وبتاع الكلى وبتاع الروماتولوجي يتعاملوا، لان اللي نزل ل50 ده قلقني ومش عايزاه ينزل ل40 بعد 6 شهور وهكذا. اوكي أشكرك. طيب. جدا مشتي خالص. يديك الصحة. طيب يا دكتور احنا اتكلمنا على يعني أدوية الضغط شوية والكوليسترول والديابيتس، وأشكرك لأن أنا عارفة إن الصيادلة هم اللي داريانين بالعيان ساعات أكتر من الدكتور، فبيتصلوا بالدكتور، ودي ميزة إن الواحد يصرف الدواء من صيدلي هو صاحب الصيدلية، ويشجعوهم ان هما انا في صيدليات قفلت كتير حوالينا في المنطقه اللي انا فيها، ونفس المنطقه فتح فيها 3 CVS و2 رايت ايد في نفس، يعني الثلاث صيادله قفلوا ودول فتحوا، هما بيبيعوا حاجات تانية، بس الناس بفكره ان ما هيروح لسي في اس ولا حاجه دواء مضمون، ده مش مظبوط. اكشوالي
ما بيبقوش دريانين بالدواء زي وبالعيان زي الصيدلي اللي فاتح صيدلية، ويستاهلوا تشجيعنا ويستاهلوا ان هم يهتموا بينا واحنا نهتم بيهم. طيب قل لي دواء الثايرويد يا دكتور، في ناس كتير عندها سيدات كتير على سن 40 كده ولا رجالة تبتدي الثايرويد تهبط ويحتاجوا ياخدوا حاجة للثايرويد، ايه الوصية اللي تقول لهم ياخدوه ازاي؟ بالنسبة عشان ده مهم. بالنسبة لأدوية الغدة احنا على طول بننصح او يعني النصيحة المهمة جدا ان انت تاخده اول حاجة قبل اي قبل اي اكل، قبل اي شرب، قبل اي ادوية تاني. يعني انا على طول بقول للبيشنت بتوعي بالنسبة لأدوية الغدة خدها على معدة فاضية او first thing in the morning، على اساس ان جسمك يقدر يمتص الكمية كاملة من الجرعة، لان ده بيبان في النتائج بتاعتنا. لو مش قادر ان انت تاخده على معدة فاضية او قبل اي اكل او شرب، make sure ان انت تاخده at least 2 hours away from other medications او فود يعني او اي وجبات. يعني هيروح ياخد نومة ساعتين ولا حاجة بالظبط، مش هياكل ولا يشرب، ياخدهم قبلها بالظبط، بس ما يكونش معدته مليانة بالزبط من الغداء يعني. yes. طيب فده الثايرويد ميديسن ده مهم. برضو قلنا الدواء بتاع الاوستيوبوروسيس عشان ناس كتير بتاخد هشاشة العظام خصوصا السيدات، والرجال بعد سن 65 مفروض يعملوا يكشفوا مش على الكالسيوم والفيتامين دي، لا يعملوا الأشعة اللي بتقول عنده هشاشة عظام ولا لا، خصوصا السيدات اللي شالت الرحم وشالت البويضات بتاعتها، فقبل سن الستين ما بيبقاش عندها هرمونات، بعد الستين كل السيدات حتى لو عندهم الأوفريز وكده بيبقوا برضو خلصوا، فدول بياخدوا أدوية لهشاشة العظام ودايما تتاخد مع ايه؟ اتفضل حضرتك. بالنسبة لأدوية هشاشة العظام اللي هي مثلا اسمها فوسا ماكس أو ألاندرونيت، دي اللي هي بتتاخد مرة في الأسبوع، على طول بننصح ان تتاخد برضو على معدة فاضية، وبننصح البيشنت ان هو ما ينامش، يعني do not lay down flat لمدة نص ساعة أو ساعة بعديها، لأن من مضاعفات الأدوية، من مضاعفات الدواء ده specifically يعني أو السايد إفكت، إن هو بيعمل التهاب في منطقة الإسافاجس اللي هو طريق الدواء الارتجاعي، يعني اللي هو طريق الدواء للمعدة، بيعمل irritation في الإسافاجس. فإحنا بننصح إن هو يتاخد مع full glass of water. يعني فكروا فيها كده، إحنا we want البيل دي أو الحباية دي تنزل في الإسافاجس اسرع وقت ممكن، فبنرجح ان هو الشخص يقعد upright لمده نص ساعه او ساعه، يكون واخد الدواء على معده فاضيه، وده اللي بتاخد مره في الاسبوع. في ادويه هشاشه العظام بتاخد مره في الشهر، فلازم نخلي بالنا من كده. طيب نكمل ده وناخد سؤال الاول. حلو اللي معانا على التليفون، اهلا سامعين حضرتك، اتفضل اللي معنا. مساء النور، اهلا بيك. اهلا مساء. انا عندي سؤال، عندي حاجه في نسبه البروتين في الدم بيقولوا عاليه، فدي بتيجي من ايه؟ لا سمعتها، بروتين في الدم، البروتين في الدم بتيجي من ايه؟ في الدم ولا في البول تقصدي؟ لا في الدم. ما هو البروتين لازم يبقى في الدم حبيبتي، ده طبيعي. البروتين بيطلع بينشطه الكبد، ويبقى مثلا في نوعين، واحد اسمه البيومين ده بيبقى حوالي 4-5، وواحد اسمه جلوبيولين وده بينزل بيبقى النص تقريبا، فده لازم يبقى موجود في الدم. المشكلة ان هو الدم بيعدي على البول يفلت كله الاول وبعدين يرجع اللي الجسم محتاجه في الكلى يعني، فالكلى مفروض ترجع كل البروتين، ترجع الزيادة من السكر، ترجع الأملاح اللي الجسم محتاجها، ترجع الحاجات اللي الجسم محتاجها. الكلى دي خلقة ربنا ما حدش يقدر يعملها، حتى لما بيعملوا الغسيل الكلوي ما بيبقاش زي الكلى الطبيعية، بيضطروا يعوضوهم بحاجات تانية. فيمكن حضرتك تقصدي بروتين في البول، لكن في الدم لازم يبقى فيه بروتين.
لا النسبة عالية. نسبة عالية؟ اه ده حتى لما الكبد بيتعب بينزل النسبة أو بيعكسها، فمعرفش أنت عندك فكرة كام؟ لا مش واخدة بالي كام، بس محولين على دكتور دم. دكتور دم؟ أنت بتقصدي البروتين ولا الهيموجلوبين؟ لا بيقولوا البروتين. طب أنت عندك التحاليل يا حبيبتي؟ لا ما عنديش، مش حاليا دلوقتي ما عنديش. اه طيب، هو يا ريت لما يبقى في حاجات كده، يعني الدكتور يقول لك في حاجه مش مظبوطه ولا حاجه، نطلب نسخه من التحاليل تخليها معاكي، لانك عشان تروحي للدكتور التاني هيطلب التحاليل دي، فلما تبقى معاكي توفري الوقت بدل ما يقعد يتصل بالدكتور او بالمعمل او كده. فدايما اللي رايح لتخصص تاني عشان التحاليل، مثلا المدام اللي اتصلت بالكلى وقالت نزلت ل 55 من 70، دي عايزه تحاليل زي ما قلت لها بتاعت كذا مرحله فاتت. فيا ريت تخلي معاكي نسخه وسيبي نمرتك، وانا هتصل بيكي واعرف ايه في التحاليل بتاعتك، وممكن اشرح لك، وانت رايحه للدكتور المتخصص anyway فهيشرح لك كويس. بس لو عايزاني ارد عليكي لازم تجيبي لي نسخه من التحاليل وسيبي نمرتك اتصل بيكي. نشكرك يا حبيبتي. طيب في عندي سؤال تاني. اتفضلي. بيجيلي كده زي هزلان، يعني ببقى تعبانه قوي قوي ومش قادره اعمل حاجه خالص، وعرق رهيب مش عارفه ده من ايه. طيب برضو هقول لك هاتي التحاليل وسيبي نمرتك وانا اتصل بيكي ونشوف التحاليل، يمكن تانسر يعني تبين، يمكن هو يقصد الهيموجلوبين بتاعك واطي عشان كده بعتك لدكتور دم، لان الاعراض اللي بتحكي عليها دي زي واحده عندها انيميا يعني فقر دم. بس هاتي التحاليل وسيبي نمرتك هتصل بيكي. اشكرك يا حبيبتي وسلامتك. سؤال كمان اللي معانا يتفضل. هلو. الو. اهلا بيكي. مساء الخير دكتورة شهيرة، ونشكرك على البرنامج الجميل بتاعك، ونشكر الدكتور اللي مع حضرتك. الدكتور. أنا عندي سؤال. أنا باخد دواء للكوليسترول اسمه أتروفاستاتين. أوكي. 40 ميلي جرام. عايز أعرف هو ده بيتاخد الصبح ولا بالليل، لأنه هو مكتوب على علبة الدواء وانس ديلي وأنا باخده الصبح. أنا شايفة عندكم كنتوا كاتبينه على الشاشة بيتاخد بالليل. أنا أسقف لك بقى. بجد أسقف لك، عشان حتى بصيتي على الشاشة وهو نفس الدواء هيرد عليك الدكتور بول، وأشكرك إن أنت تلميذة ممتازة. شكرا. يا حبيبتي اتفضل. شكرا على سؤال حضرتك. طيب بالنسبة شور بالنسبة لأدوية الكوليسترول، الأتروفاستاتين احنا بنرجح ان يتاخد بالليل لسبب، لان الكبد بتفرز اكبر كمية كوليسترول بالليل واحنا نايمين. فعلى هذا الاساس انا كاتب عندي على الليبل مثلا للمريض بتاعي تيك وان تابلت ات بيد تايم، على اساس ان احنا نحد او ناخد اكبر فرصة او ندي للدواء اكبر فرصة ان هو يحد من افراز الباد كوليسترول اللي هو بنسميه LDL او كمية الكوليسترول، على اساس ان احنا ناخد اكبر نتيجة أو أكبر بنفيت من أخران الدواء. فبالنسبة لأدوية الكوليسترول إحنا بنرجح أن تتاخد بالليل، على أساس أن الكبد بتفرز أكبر كمية كوليسترول خلال وقت النوم. علشان كده هديك حاجة يا لحظتها يعني فيري برافو عليها خالص، يعني دي عشان هو فارماسي بيهموا مصلحة المريض أكتر من الفارماسي اللي مشغولين وعندهم ألف روشتة هيخلصوها النهاردة، فبيكتب التعليمات، وكمان وهو بيديك الدواء هيقولك تاخديه إمتى وتاخديه إزاي، ويجاوب لك على الأسئلة زي اللي انت قلتيها دي. ما مش كل الفارما، أنا ما شفتش أي فارماسي بيكتب إلا حاجات الصبح دي زي الأوستيوبروسيس والحاجات دي. طيب اللي بياخدوا. اشكرك يا حبيبتي، عندك سؤال تاني؟ اوكي ثانك يو سو ماتش. العفو، برافو عليكي.
ربنا يديك الصحة عشان انت بتعملي الواجب اللي عليك. الاوستيوبوروسيس أدوية الفكرة منها انها بتاخد الكالسيوم من الدم تحط في العظم غصب عن عين الكيماويات التانية، بمعنى اللي هياخدها وما ياخدش كالسيوم ممكن يحصل له هبوط في الكالسيوم بتاعه، خصوصا اللي بياخدها حقن او القرص بتاع كل شهر لانه طويل المفعول. الحاجة التانية اللي بياخد كالسيوم، الكالسيوم هيفضل في الامعاء ويعمل له امساك الا لو خد معاه فيتامين دي، فيتامين دال، عشان فيتامين دال بياخد الكالسيوم من الامعاء يوصله للدم، وبعدين الهرمون الذكري او الهرمون اللي هو التستوستيرون او الهرمون بتاع النساء اللي هو الاستروجين، طول ما هم موجودين بياخدوا الكالسيوم بعد ما امتص من الدم يركزوه في العظم، عشان كده الرجال عظمها اتقل واجمد من السيدات لان الهرمون بتاعهم اكثر كفاءه وبيقعد لمدة 10-15 سنة عن الستات. تعرفين إبراهيم خلف وهو بعد ما سارة راحت السما كان لسه بيخلف لأن هرموناته شغالة. معرفش ده كانت إرادة ربنا ولا لا، بس أنا عارفة أن إسحاق كانت إرادة ربنا لأن السبب كانت سارة. طيب بالمناسبة يعني مش بقول نكتة ولا حاجة، بس لما ربنا قال لي سارة هتجيبي قالت له إزاي وجوزي شيخ. فإبراهيم بعدها اتجوز واحدة تانية وجاب أطفال. فالرجالة عندهم هرمونات بتمنع هشاشة العظام لمدة 70 سنة من عمرهم أو حاجة، لكن بعد كده ممكن يتشكوا كثافة العظم بتاعتهم. طيب يا دكتور احنا قربنا نخلص، بس أسألك سؤال على الناس اللي عندها أزمة. احنا بنتطرق للحاجات المهمة، احنا عارفين ان في بعض أدوية لازم الدكتور بيكتبها للضغط، خصوصا لو عندهم قلبهم سريع ولا حاجة او عامل عملية قلب، بنسميها البيتا بلوكر، اللي هم بيركبوا على المستقبل اللي بيشغل يضيق الشرايين ويضيق ويشغل القلب بسرعة، فبيهبط شغلان القلب وبيوسع الشرايين، لكن بيعمل حاجة تانية للناس اللي عندها أزمة تشرحها لنا. بالضبط. سو البيتا بلوكرز اللي حضرتك بتقول عليهم اللي هم آخر اسم المادة الفعالة بيبقى أولول، زي الميتوبرولول، كارفيدالول، بيسوبرولول، دي اللي بنسميهم البيتا بلوكرز. دول زي ما حضرتك بتقولي بيقللوا ضربات القلب in general، وعلى هذا الأساس بيقللوا كمان كمية القلب اللي واصلة لل coming from the lungs، فممكن تسبب respiratory depression أو تقلل معلش ال capacity بتاعت اللونج في البيشنت بوبوليشن دي، بالضبط. فعلى هذا الأساس الشخص اللي بياخد البيتا بلوكر ده ممكن يحس إن هو مش قادر ياخد نفس عميق على أساس أو يوصل كمية أكسجين كافية جوه اللونجز. طيب فدول حاجة من الاثنين، يعني لو عنده أزمة يعرف الدكتور اللي هيكتب له الدواء أن عندي أزمة، يقوم يعمل له حاجة من الاثنين، يا إما يديله واحد سيلكتيف بيشتغل على الشرايين بتاعة القلب بس ما بيشتغلش على الشعيبات الهوائية يضيقها، أو يديله بخاخة تفتح له الشعيبات الهوائية عشان يعادل المفعول، أو يكون هو على دواء أزمة يمكن يحتاج يزوده شوية أو يزود نوع من الأنواع. فنفتكر اللي عنده أزمة ربو اللي بيجيله ضيق تنفس وصدره يتخنق ويحس أنه عايز أكسجين أو يزيق لما يتنفس زي كده، الهواء وهو خارج بيعمل صفارة كده، مش مهم يوصل للمرحلة دي يعني، بس يبقى يفكر الدكتور بتاعه بتاع القلب أو بتاع الضغط أنه هو عنده أزمة عشان يحاول يتفادى المضاعفات بطريقة ما. طيب احنا وقتنا قرب يخلص او خلص، يقول لي خلص. فأدي لك كلمة تختم لنا يا دكتور بنصايح في دقيقة او اتنين. شور. انا بس يعني عايز اشد انتباه لكل المشاهدين ان اتكلمنا على حالات كتير، اتكلمنا على مدار الحلقة كلها على انواع ادوية مختلفة جدا.
الأدوية دي بتجيلي أنا كدكتور صيدلي من كذا متخصص مختلف، ممكن يكون البرايمري كير فيزيشن، ممكن يكون المتخصص في القلب، في الرئة، في الكيدني، في السكر. وعلى هذا الأساس أنا الشخص المسؤول أو آخر ميديكال بروفيشنال بيبص على البروفايل بتاع البيشنت ككل، وبعمل الريكومنديشنز أو بمنع أدوية اللي هي تكون بنسميها دوبليكات ثيرابي، اللي هي تكون متشابهة تتاخد مع بعض، أو لو مثلا شخص عنده حساسية من نوع دواء معين أو من نوع مضاد حيوي معين. فأنا آخر شخص كدكتور صيدلي بجمع وببص على البيك بيكتشر للبيشنت بتاعتي. فعلى هذا الأساس مهم جدا إن البيشنت نفسه يكون متواصل معايا في كل الأوقات. أحب أفكر الناس أن الدكتور الصيدلي is accessible healthcare professional، معناها أن أنت ممكن تكلم الدكتور الصيدلي في صيدلية على مدار اليوم كله، they are available. هيقدروا أن هم بالضبط يعني في الprivate طبعا independent pharmacy بالضبط بالضبط. مهم جدا أن أنت تكون علاقتك كويسة جدا بالدكتور الصيدلي اللي انت بتاخد منه الأدوية بتاعتك، فاهم بتاخد أدوية امتى، فاهم الأدوية بتاخدها ليه، لأن احنا على اقتناع في الميديكال فيلد كلنا دكتور بشري أو دكتور صيدلي، ان لو المريض فاهم الدواء اللي بياخده ليه هيبقى فيه results أحسن، هيبقى فيه outcomes أحسن. فعلى هذا الأساس البيشنت برضو عليه عامل أساسي، ان انت اللي بتروح تتقابل مع الدكتور، انت اللي بتكلم الدكتور. في أدوية كتيرة جدا ممكن ان هي تتاخد مع بعض علميا، بس انت والدكتور بتاعك قررتوا ان انتوا هتوقفوا حاجة وهتبتدوا حاجة تانية، او هنقلل الجرعة دي او وهنزود الجرعة دي. فمهم جدا ان انت تكوميونيكيت معايا وتكلمني وتفهمني الصورة اللي انت خدتها من الطبيب بتاعك او من الدكتور بتاعك، على اساس ان انا اكون زي ما بنقول على السيم بيج، او كلنا على نفس النمط، على اساس لمصلحة المريض في الاول وفي الاخر. فارجو من كل الناس ان هم يتأكدوا دايما ان الميديكيشن بروفايل بتاع اي شخص يكون up to date في الصيدلية، لان لو وكمان زي ما دكتورة شهيرة قالت اعملها عادة، يعني ان انت على طول يبقى معاك لستة بالميديكيشنز اللي انت ماشي عليها موجودة معاك متاحة ليك في اي وقت، على اساس ان انت لو هتروح تشوف دكتور جديد يقدر ياخد قراراته الطبية على اساس الهيستوري بتاعتك وعلى اساس التحاليل بتاعتك. ميرسي خالص، بنشكرك يا دكتور، وأعيد التوصية بتاعت كل واحد يكتب الأدوية بتاعته اللي بياخدها باستمرار مش القديمة، ويصورها إذا كان، وياخدها معاه لما يروح لأي دكتور أو لصيدلي أو للإمرجنسي روم. الحاجة التانية إن الأدوية اللي الدكتور بيراجعها لما بيبقى دكتور حافظ عيانينه بالاسم وبيعرفهم بالشكل بيتصرف معاهم بطريقة أفيد لهم. فنشجع الدكاترة الفاتحين صيدليات علشان يخدمونا، لأن هم بيساعدونا إحنا كدكاترة كتير خالص. القناة بتاعتكو، قناة لوغوس بتاعتكو، بنشكركم لتعضيدها بالاستماع ليها وبالصلوات، وبالدفع اشتراك شهري ولو بسيط بيعمل مفعول كبير. وفي السين الأرملة ربنا مدحهم، وأكيد بيبارك فيهم أكتر من اللي بيعطي أكتر، بس كل واحد يدي للقناة تعضيد ليها. بنشكر العاملين في القناة، الأستاذ بهيج والمهندس جاك ومدام بسمة، ونحب نشوفكم دايما باستمرار مشجعين للقناة وحاسين انها بتاعتكم، ونترككم في عاية ربنا وبصحة، ونشوفكم في حلقة جديدة من برامج الصحة الكاملة. سلام.
احنا هنا بندي معلومات طبية وبعض النصائح مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن.